This is so we find Mr. Gay Syria. This is so we find we Mr. Gay Syria wins Mr. Gay World. Actually gets the visa first. And this is for him winning Mr. Gay World. مبسوطة؟ ايه ايه انا مثلي ومثليتي تخصني بدنا نسألك عن مشاركتك معنا انه شو فينا نصنفها؟ بأمانة يعني هي شجاعة ولا يأس؟ هلا وصل اليأس لدرجة الشجاعة، هيك فيني اقول لك، تنتين فيرست هذا الاسم، فيرست نيم نيم فيرست نم نيم أنا ما عندي مشكلة، أنا هاي قضيتي بس إنه حدا يعترف بالـ LGBTI السوريين هاي قضيتي لا عم اقول لك يعني ما تفكر انه هذا يعني في المشروع موضوع ال LGBTI السوري ما حدا عم يشتغل عليه وما حدا رح يشتغل عليه